مكدسة ومفعمة بالتوتر، ألا تفتقد بحثنا عن المغامرات؟ تأجيل ما لا مفر منه. بالضبط. ليست أسوأ فكرة، أرغب في إظهار القناع للجميع، لكن سأؤجل ذلك. لا تنسى باقي الأفاعي البيضاء، إياك أن تفعل. تنقذ تلك الغزلان بعد؟ ستموت شجرة إذا لم تفعل، لذا خذ وقتك اللعين. حسناً، أية أسئلة قبل الرحيل؟ راتاتوسكار، أشعر بالفضول. قلت إن الشجرة لديها خطط لك، ما الذي تجعلك تفعله؟ تقصد ما الذي لا أفعله يا بهجتي المنقوصة؟ أنا أتابع استقرار العوالم وأحافظ عليه، أتأكد أن كل شيء يسير بسلاسة، وبالطبع أرعى شجرة العالم، أستمع إليها وأتأكد أن طلباتها مجابة. هل تتحدث مع الشجرة؟ لا تتحدث الشجرة بأي لغة، لكن نواياها واضحة ومحسوسة للغاية. نعم، أعرف أن أفضل كلمة تصف هذا هي جنون، لكنه حقيقي. أتقول أي شيء الآن؟ تقول كفاك أسئلة غبية. بيترنس تأدب، لكن نعم إنها تقول شيئا بهذا المعنى. حسناً، سأتركك لها. إليك عني. عدت يا رفاق. نجح الأمر، فعلت. سأحضر تير، انضم لنا على الطاولة لو استطعت. المفتاح سيحضره للديار. لأنك طرقت عليه بمطرقة، لا تفسير لسحر الأقزام. صحيح. ذات مرة صنعت ميلوندا صدرية من نباح الكلاب. لقد عدت. لا أستطيع. أنت بخير؟ بخير. ليت فتح هذا الشيء كان يستحق العناء. حصلت عليه؟ ماذا رأيت؟ لم أستطع استخدامه. اكتشفوا أمر هايمدل، اضطررت للهرب. على الأقل أودن لن يستخدمه. ولكن إذا لم يوصلك القناع إلى أي إجابات، فكل ما فعلته هو سرقة أعظم كنز لدى أودن بعدما قتل أبوك أشد حلفائه ولاء. لسنا بأمان حتى هنا. إذن لا خيار، نجد سورتر ونطلق بوكا جالارهورن ونقدم أودن للعدالة الآن. ستحرقين كل روح في أسجارد وتسمين هذا دفاعا عن النفس؟ هل سبق واقترح خططا أم دائما يفسد خطط الآخرين؟ الخطة الواضحة تحدق بوجهك. لا نريد أن يستخدم أودن هذا، فلنتسلل إلى أسجارد ولنفعل ذلك أمامه دون ملاحظته. سنحصل على المعرفة التي نحتاجها لتحطيم نبوءة الحرب هذه إلى الأبد. لكن لا طريقة لديك لدخول أسجارد. لديهم البوق الكبير، صحيح؟ أتتوقع منهم التسلل إلى أسجارد وإطلاق بوق في كل العوالم؟ إنك تستحق احتقاري الأزرق. رجاء فقط، فكر في الأمر. كريتوس، ما رأيك؟ لا تنظر إلي لأدبر لك خططك، ولكني سأستمع فور حصولك على ما تحتاجه هنا. هذا القناع ما يوفره من إجابات سهلة. أنا أعلم الطرق المختصرة لها ثمن.
أترياس، لقد حملتها، ما رأيك؟ أظنه فرصة، فنحن نملك شيئا يريده أودن، ويمكن أن تكون به الإجابات ونصنع طريقنا دون موت أحد. عظيم، لنجد الطريق إلى آسغارد. أعلم أني كنت عبئا عليكم، وتسألون أنفسكم لما أخرجتموني من تلك الحفرة، وأنا أيضا، لكنني فهمت، هذا ما علي فعله، هذه هي مهمتي، ولمرة أخيرة سأمسك برمحي وسأقودكم إلى آسغارد. عذراً، لو تعرف طريقاً لآسغارد، فأين كانت هذه الفكرة طوال الوقت؟ هذا سؤال وجيه يا أخي. أنت أخفيت آسغارد. كنت لتتسبب في موتنا، ولوك احتاج لبعض الوقت ليكتشف مصيره، وها نحن قد وصلنا إلى هذا. إذا استطعنا الدخول فسأسعى إلى أودن. أنا لن أمنعك، لنفعل الأمرين. محق يا أخي، حتى لو لم يساعدنا القناع سنفاجئه وننال منه. يناسبني؟ لنفعل ذلك وبسرعة حتى يتفاجأ بنا. يكره المفاجآت. تمهل أيها الأنيق الطويل، ما زلت أريد تفاصيل عن هذا الطريق الجديد إلى آسغارد. تكلم. طريق قديم، لن نصله من هنا. أين إذن؟ فقط أجمع أشيائي وسأريكم. ليس لديك أي شيء، وإلى أين تذهب بهذا القناع؟ براك، هذا ملك للفتى، ناله بتعبه، كل ما فعلته هو إعداد حساء من التراب. براك، لا بأس. ليس كذلك، هذا خطأ، أجزاء القصة لتلتحم بشكل صحيح. مثلاً، لما يناديك بلوكي من الأساس؟ تعلم أن هذا ليس اسمه. هاي، أتحدث إليك. ألا يمكنك الصمت أبداً؟ براك، لم أتوقع ذلك. أودن، اترك الفتى وقم بمواجهتي. فليرمي أخاك القناع وسأفعل هذا. وقف عن الحركة فريا. فإذا مات؟ اهدائي، لم أخطط لهذا، لكن لو مات سنسوي دين هايمدل، وبصراحة الصفقة جيدة. أنا سأقتلك، تلك هي خطتي. سررت بحديثنا مجددا. فريا، أرجوك. لن تتواجدي في مكانين يا فريك. هاي، لم أتحرك، توقف، لا تفعل ما ستندم عليه. نادم على أشياء كثيرة، ولن يكون قتلك من بينها. اترك ابني. أنا المتحكم هنا، أعطني القناع الآن. للأسف يا بني، يبدو أنها الحرب. فلتنقذيه أرجوك، عليك ذلك. لا يمكن، لا يمكنك. ربما لو عدت إلى البحيرة. توقف. أعرف ما فعلت وأسامحك، لكن توقف. عليك أن تنسى. روك،
كل هذا الوقت؟ إذن ماذا سنفعل الآن؟ الآن سنقتل أودين وكل من يعترض طريقنا. تريس، تعال. ماذا؟ لأين؟ لا يهم الأمر. لأين تذهب؟ انتهى الأمر. لن تهرب من هذا يا كريتوس. أودين لن يتوقف حتى نوقفه نحن. نحتاجك هنا. أبي، إلى أين سنذهب؟ المنزل. أبي، أيمكننا؟ أنا أريد الخروج للصيد. سأتبعك. نحن معك أتريوس. ماذا نصطاد؟ غزال. إلى أين نتجه؟ في اتجاه الغزال. هل تريد سرد ما حدث؟ أظنني سمعت شيئا من هنا. يحتاج مساحة. هنا آثار، إنها تقود لذلك الطريق. أترياس، يغيرنا العنف. لست ضعيفا لتشعر بآثاره. جميعنا يشعر بتأثيراته. في الطريق الصحيح توجد أغصان متكسرة هناك. هيا. ما زلت أرى الأمر. السكين، بروك، وجهز هنري. بني، ها هي. المرفق لأعلى. الدقة أهم من السرعة.
لماذا؟ لقد هرب. وكذلك نحن. أنا لا أفهم. عندما يصاب حيوان ينبغي وقف النزيف أو سيموت. لقد أصبنا وهذا هذا إلهاء. إنه خطأي. لا، لنجد سندري. لدي فكرة عن مكان وجوده. قدنا. أيمكن أن نأخذ الزلاجات؟ أريد أن أفكر فيما سأقوله له. طبعاً. كل مكان أراه يذكرني بأخطائي. لأفعالنا عواقب، تذكيرك بها لا يعتبر عقاباً. أشعر بهذا. لاحظت حيلة خدعتنا جميعا؟ أوقفت هجوما لم تكن لتتوقعه. لا وجود لي لو يا أتريوس. أبوك محق. هناك أشياء تخرج عن سيطرة الآلهة. سفانا سبيكي، سنأخذ الزلاجة وأنت مستعد. معبد تير، سنتجه لهناك. ميميل، أتوجد أي فرصة لإعادة بروك؟ فعلها سندري من قبل. ربما يمكننا تكرار ذلك. هذا غير ممكن. حين ينقص الروح فولجيا، أي اتجاهها، مثلما يترك بروك هيئته المادية، فلا يسعها بلوغ بحيرة الأرواح. إنه لم يمت وحسب، بل حرم الحياة بعد الموت. لا يوجد ما يمكن استعادته. رحل حقاً. إذا كان بيدينا شيء يا أتريوس، أنا أعلم أننا سنفعل. أن يكون لدي أمل. للبحيرة عندما كان بها ماء. يريد ركوب قارب والإبحار بعيداً عن كل شيء.
لا يمكنك الإبحار بعيداً عن أقطارها. من المستحيل أن تنساها. لقد حاولت. أجل، ستتبعك أينما ذهبت يا أخي الصغير. إن كنت ستبحر فاقصد مكاناً ما. المصعد في نهاية الجسر ما زال يعمل. لنصعد للمعبد هكذا. الوقت ليس مناسباً للاستكشاف. أتريوس، ما الذي يجعلك متأكداً من حضور سندري؟ إنه حيث اجتمع ببروك. إعادة صنع شيء قد انكسر. سيحضر. سندري، سندري، أنا آسف للغاية. لا، لا أريد أسفك. لا تعرف الأسف. نحن لن ندع أودين يفلت. أهذا أودين الذي دعوته إلى داري؟ خدعنا جميعا. لكن بعضنا كان أكثر حمقا. صحيح، منحتك كل شيء، مهاراتي وصداقتي وداري وأسراري وكنوزي، واستنزفتني، والآن ماذا لدي؟ لم يبقى لي حتى آل. أنت آسف؟ هكذا يكون الأسف. أنا، ماذا سنفعل؟ نفعل؟ أنا لست معك، أصبحت وحدك. مهما كان الثمن، ما عليك فعله هو أن تغرب عن وجهي. هيا أتريوس، فلتدع، احزن كما شئت. أنا ظننتما أهله كذلك. كنا. لما
مجالا لإصلاح الوضع، أليس كذلك؟ لا، ولكني أعلم أنني سأهدأ عندما نسلم أودن للعدالة. العدالة ليست هي ما نبحث عنه، بل الانتقام. كل مسار أسلكه يعيدني إليه. ربما هذا ما تبقى لنا. علينا العودة لفريا. عندما نعود نحن سنحارب حقا. آلت الأمور إلى ذلك. نعم. عندما عدنا لسفارتلفاي بحثا عن تير، لم يكن هذا ما أردته، لم يكن ما قصدته، ليس إن كان يعني خسارة بروك. نعلم يا أتريوس، نعلم. أخذنا حقا كل شيء من سندري. لا تأخذ ما يقال في الحزن محمل الجد مهما كانت دقته. أعلم أن علينا مقابلة فريا، ولكن لن أمانع البقاء هنا في ميدغورد لفترة وجيزة. أجل، بعض المغامرات الأخيرة لإراحة عقلنا من كل شيء، كل شيء حرفيا.
لا تضيعها. مؤلم، أأنت بخير؟ ينابيع أخي. Thank you.
كيف فعل ذلك؟ كيف لم نكتشف أمر ذلك الوغد المجنون طوال هذه المدة؟ أن يدس غراباً في خزانة المكانس أمر جريء للغاية، كما اضطر أن يمنعنا من البحث بالداخل بينما كان في آسغارد. تصرفه المحير والضرر الذي ألحقه، كل هذه قصة نسجت تبقيه بعيداً عن الشبهات طوال المدة التي كان سيقضيها محبوساً هناك. اعتمد علينا لنكون محل عطف وليس شك. لن أؤمن أن العطف ضعف، لكنه استخدمه كذلك. الأثر ذلك الذي قرأنا عنه. شيء لمقاومة. أوكا. راودني شعور بأن طقس فانهايم لا يجب أن يكون رطباً هكذا. هذا بسبب تأثير الشتاء العظيم هناك؟ على ما يبدو لحد كبير. ساد الظلام ميدغارد وأصبحت باردة، وعانت سفارتلفايم من الزلازل، وأصبح البرق يظهر في ألفهايم عشوائياً، لكن أسغارد لم تتأثر بأي شيء. قضى أودن وقتاً طويلاً للاستعداد. لم ألحظ تغييراً في هيلهايم ولا موسبلهايم أيضاً. عندما أفكر في الأمر، العوالم الأكثر العرضة. في رأيك ماذا يحدث في يوتنهايم؟ كيف لي أن أعرف؟ أدرب قدراتك على التخمين فحسب. لا أعلم. مهلا، عدو قريب. تستدعي أطيافا أخرى. Go!
كن بشأني. لم تستطع هزيمته. ماذا سيحدث إن قابلناه مجددا؟ ماذا سيختلف عن آخر مرة؟ آخر مرة لم تكن معي. واو، شكرا. بخصوص العرافات في أراضيكم، هل ترى أنهن تلاعبن بالأحداث؟ أكان لديهن مخطط؟ لا أشك أنهن وضعن مصلحتهن أولاً، ولكن وفقاً لخبرتي قد ينخدعن بنبوءاتهن نفسنا. هل تلك خبرة محددة يا أخي؟ ذهبت مرة إلى عرافة بحثاً عن طرق لكسر عبوديتي لآريس. كاهنة رؤان أظهرت أن إله الحرب سيحول الغلام إلى حطام. أخي انظر. أنا بخير يا أبي. هل يعاودك المرض؟ بلعت الذبابة. أبي انتبه، أظنه قائدهم. Oh!
أرجوك. Auka! ميمير، عندما كنت في أسغارد رأيت أودن يفعل شيئاً ما لبعض الانهريار الجدد. بدوا غافلين نوعاً ما حتى ألقى عليهم تعويدة أعادت لهم هويتهم. أجل تلك عادته. حتى عندما كانوا محبوسين في فالهالا أظن أن تركهم يتذكرون هويتهم كانت حيلة صغيرة لخدع الموت بأي طريقة ممكنة. مع ذلك لن أتركهم.
لنعد لما كنت تقوله عن عرافة وطنك. رأت رؤى حول سقوط الأوليمب. نعم، على يد إله الحرب. لذا ساعدتني وهي عازمة على تقويض آرس وحماية عالمها. لم تتنبأ أنني سأقتله وآخذ مكانه. أخي، انتظر. أتلاحظ ذلك؟ هذه فوضى.